وبكل فاجعة تصير أو مصيبة يمر بها الشعب العراقي تطلع وراها قصص أو داخلها قصص حقيقة مؤلمة وتأذي أكثر من الفاجعة هي نفسها. واليوم بسبب هاي الفاجعة اللي صارت بقاعة الأعراس أو قاعة المناسبات بقضاء الحمدانية بالموصل، طلع هذا الشخص هو والد تراحين، هو يمكن كان بالحمام وطالع، لكن والدته ما لقاها لحد الآن، فقط شايل ملابسها ويفتر مثل ما تشوفون بالصور متهستر، يقول أمي راحت، إن لا هو إنا لراجعون، والله يصبرك على هاي المصيبة. حقيقة ما أعرف بالعراق أنواع المصايب والفاجعات نشوف، لدرجة إنه الفرح ممكن بلحظة حالة اختفاء وجرحة، واللي يقهر أكثر إنه انقلاب سيارة أسعاف أثناء مشاركتها بنقل المصابين من حادثة احتراق. هذا شيء حقيقة كلش مؤلم، يعني ما نقدر نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. اكتب لي رأيك بالتعليقات.